في نوعين لزرع الشعر، في نوع اسمه الـ FUT أو الستريب تكنيك أو الشريحة، وفي طريقة تانية اسمها الـ FUE أو الاقتطاف. تمام؟ بشكل عام الشريحة دي جراحة وعملية، وبتتم فرو الترأس في المنطقة الخلفية، وبتتم عن طريق ان احنا بناخد الطبقات الخارجية من الجلد بالمنطقة دي، بتاخد حاجة زي الشريحة كده وناخدها بره وفيها بصيلات الشعر. المنطقة نفسها اللي احنا خدنا منها بيبتدي يتم بيها خياطة، بنقرب المكانين على بعض تاني اكننا ما خدناش حاجة. هنا بيبقى في اثر لجرح، هتيجي ان احنا خدنا شريحة وضمنا اطرافها لبعض، فبقى في خط موجود ورا المنطقة اللي احنا خدنا منها. الخط ده طبعا يبان لو الشعر، لو البني ادم بيحرق شعره زيرو او بيأثره قوي زيادة عن اللزوم. فبالتالي دي طريقة. الاقتطاف هي طريقة تانية ابسط، وهي عن طريق ان احنا بنخش بصيلة بصيلة، ناخدها من جوه، فبيبقى في نقطة مكان بس الشعرة اللي اتاخدت، طبعا مش هيطلع شعرة تاني مكان النقطة اللي احنا خدناها. فبنعتمد هنا على حاجة اسمها ايه؟ كونفلاج. انت ازاي تداري؟ انت عندك شعر ورا او في الجناب بكثافة عالية قوي، لو خدنا شعر منطور شعرة 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 هي كده، مش هيحصل تغيير للمنطقة اذا تم بليمت معينة وبحدود معينة. هناخد كميات شعر معينة من خلال ان احنا ايه؟ خدنا شعر مبعثر او منطور من المنطقة كلها، مبقاش فيه جروح هنا، لكن ايه؟ اكيد بنعتمد على ان احنا بنقلل كثافة الشعر ده شوية بدون جروح، والشعر اللي هنطلع منه من تقليل الكثافة اللي تمت ورا شوية نقدر ان احنا نزرعه في المنطقة الامامية. هنا مبيحصلش ايه؟ خالص اي تأثير على المنطقة الخلفية، والمريض بيقدر ان هو يشيل ويحلق شعره زي ما هو عايز ويطول معاه زي ما هو عايز. بالاضافه لحاجه تانية، وهي الشعر اللي بيكون موجود في الجسم بنقدر ناخده عن طريق نفس طريقه الاقتطاف، ان احنا ازاي نقدر ناخد شعره شعره بصيلتها من جوه، نقدر ان احنا ننقلها للمكان الجديد اللي موجود في فروه الراس. بس هنا بيبقى لنا اعتبارات معينه، ان الشعر اللي هناخده بتاع الجسم طبعا بينمو بدرجه معينه، ما تبقاش كبيره زي الشعر اللي بيكون في فروه الراس، ليه طبيعه معينه وشكل معين ساعات يبقى مختلف. عشان كده الشعر بتاع الجسم لما بناخده لعلاج الصلع ما بناخدوش في المراحل الأولانية، بناخده في مراحل في الزرع بعد ما عملنا للشخص مثلا مرحلة واثنين وحابين نعمل له كثافة زيادة، فناخد الشعر ده نحطه وسط الشعر، مبقاش هو الشعر الأساسي اللي أنا عامل بيه ايه الشكل الأساسي للصلع. بالظبط، بعتمد أكتر على شعر الرأس فإن احنا ناخد منه وننقله قدام.